شكرا يا فندم. ربنا يخليك، الله يخليك مع الوزير. مع المستشار هاني بيه هلال رئيس لجنه عامه مركز قفط قنا. صباح الخير يا معالي احمد بيه. صباح الخير يا فندم. كل عام وسيادتك بخير. الحمد لله اللجنه العامه تتكون من 22 لجنه فرعيه. الحمد لله انتظام العمل في اللجان جميعا الحمد لله والامور ماشيه بسهوله تمام، واقبال الحمد لله مناسب جدا 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 ومشرف فيها ان شاء الله. باشا متابعين مع حضرتك برضو، ولو في اي كثافات محتاج دعم او حاجه احنا مع حضرتك ان شاء الله. شكرا معالي هاني. شكرا جزيلا. شكرا. سياده المستشار ايمن بيه حسنين رئيس اللجنه العامه في مركز اسوان. السلام عليكم يا فندم. اهلا وسهلا بسيادتك، اتفضل يا فندم. اخبار اسوان ايه عن سيادتك؟ تمام يا فندم. انا اللجنه العامه مركز اسوان تتكون من 14 لجنه فرعيه، وتم انتظام العمل الحمد لله في الميعاد تمام من الساعه 9 الصبح يا فندم. كل اللجان ما فيش اي مشاكل الحمد لله، واللجان تمام يا فندم. تمام يا فندم. في اي كثافات ولا هنتابع احنا مع لا 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 في كثافات يا فندم، في كثافات امبارح فندم الحمد لله. ان شاء الله نستمر ان شاء الله ومتابع مع سيادتك ان شاء الله. تمام يا فندم. شكرا فندم. كل شيء. تسلم فندم. معالي المستشار هشام بيه عبد المجيد رئيس لجنه متابعه محافظه بورسعيد. صباح الخير يا هشام بيه. ايوه يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا يا فندم. عند سيادتك كام لجنه عامه فندم؟ الحمد لله 9 لجان عامه و80 لجنه فرعيه. تمام. الحمد لله منذ الامس كل اللجان بدات في الموعد المحدد الساعه 9 صباحا، وكان في اقبال متباين وكثيف في معظم اللجان. تم توجيه بعض اللجان اللي كان فيها كثافات زياده باعاده التنظيم بحيث محل المشكلة بالفعل، وصارت العملية كلها على أفضل ما يكون بدون أي مشاكل أو افتراض بوجود أي مشاكل. تم غلق اللجان جميعا في الساعة 9 مساء فيما عدا اللجنة الأولى والبرتقال، كان في عدد متواجد في الانتخاب وتم تمكينهم من الإجزاء بأصواتهم جميعا، وتم تمام الساعة 9:35 دقيقة. النهاردة حضرتك الحمد لله كل اللجان بدأت في الموعد المحدد في 9 صباحا، والأمور كلها بتسير على خير ما يكون. تمام يا فندم، احنا متابعين مع حضرتك ساعة بساعة، وبشكر حضرتك جدا جدا على المتابعة. شكرا يا فندم. تمام يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. معانا المستشار محمد بيه عبد الشافي رئيس لجنة متابعة محافظة السويس. طلعنا ايه الموقف عن سيادتك يا فندم؟ المايك مقفول يا محمد بيه. لسه برضو المايك مقفول يا محمد بيه. برضو مقفول. الصوت مقفول يا فندم، الصوت مقفول. طيب. قبل ما نظبط الصوت مع سيادتك ناخد معانا المستشار احمد بيه ابو عمره رئيس لجنة متابعة اسماعيليه. برضه اصل المايك يا فندم. المايك مقفول برضه يا احمد بيه. ايوه كده. صباح الخير يا فندم. الله يخليك. احنا عندنا سيادتك 10 لجان عامه. تمام. ربنا نتشرف سيادتك في البدايه من الاجواء اللي عندنا والمواقف، لكن الحمد لله درجه الحراره النهارده مناسبه جدا 16 درجه مئويه، وهي ما كانش في شبور الحمد لله يا فندم، وكل اللجان الفرعيه ورؤساء اللجان الفرعيه متفقين بالمعاد. وصلنا احنا الساعه 9 تمام كل شيء على مدار فندم. سيادتك كنت حاطط خطه بديله في موضوع الشبوره ده يا فندم. بالظبط يا فندم. الحمد لله الحمد لله الجو الاجواء الحمد لله الحمد لله، هو عرس ديمقراطي وان شاء الله ربنا يوفقنا فيه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا على المستشار. تمام محمد بيه عبد الشافي. تمام اتفضل يا فندم. تمام يا فندم اتفضل. عدد اللجان الفرعيه في محافظه السويس 61 لجنه فرعيه. تمام فهم. عدد اللجان العامه 5 لجان عامه، لجنه السويس، لجنه الاربعين، لجنه سيطرة الجناين عطافه. تمام يا فندم. انتظام العمل في اليوم الاول وفتح اللجان في مواعيدها، وتم الغلق في المواعيد ما عدا اللجنه 22 قسم شرطه الاربعين، كان يوجد بعض العدد من الناخبين داخل جمعيه الانتخاب، وتم القفل في تمام الساعه 10 الى 10 دقائق. تمام فندم. وانتظام العمل وسير العمليه الانتخابيه في اليوم الثاني. تمام يا باشا، مع الشكر الجزيل ان كل اللجان فتحت عن سيادتك ال 61 لجنه ومنتظم العمل فيها.
هنتابع مع حضرتك ان شاء الله خلال على مدار اليوم حتى ساعه الراحه وبعدها ان شاء الله حتى الانتهاء ان شاء الله. شكرا جزيلا سيادتك. مع المستشار اشرف بيه عيسى رئيس اللجنه العامه في الجماليه القاهره. هنتابع مع حضراتكم ساعة بساعة إن شاء الله كافة الإجراءات ومتابعة اللجان حتى آخر لجنة إن شاء الله متابعينها اللي هي في لجنة 37 تاني شبرا الخيمة ما زالت لم يتم الفتح حتى الآن نظرا للإنساد القاضي تعرض لوعكة، ولكن حاليا هو في الطريق وبنأكد ان هو يعني خلال دقائق هيكون فتح ان شاء الله. ودي بقى دي اخر لجنة فتحت على مستوى الجمهورية. نظام العمل وجود اقبال هنتابع وهنخطر حضراتكم اول باول ونحيط علم حضراتكم بكافة المستجدات ان وجدت حتى ان شاء الله الموعد المؤتمر الثاني. انا بشكر حضراتكم على المتابعة وهنتابع مع حضراتكم ساعة بساعة، والشكر الجزيل لحضراتكم على المجهود ان شاء الله. شكرا فندم، مع الشكر الجزيل لحضراتكم وهنحيط حضراتكم بكل التفاصيل اول باول. شكرا فندم.